انا بواجه مش بواجه، بواجه اني احمل صندوق 21 كيلو ما بقدر. هالمهنه ما فيها اجتماعيات نهائيا، بتقتل الحياه الاجتماعيه. الايام هاي صح نصرت لما بدك تعمله بالدار صار بده ميزانيه. يعني بيهم هسه من يجون يعملون بيش الطماطم مثلا نقلهم بألف، ايش دعوه هناك يبيعوها ب 750 بالعلوه. نقول احنا نقصها ب 800 ما حد يصدق. نحن التضخم المالي الموجود عندنا بلبنان عم بيخلي العالم تحس انه الاسعار غاليه، بس ما هي العمله اللبنانيه انهارت. والله اكثر حاجه بتضايقني هي قله الشغل، قله البيعه. اللي حقيقه اللي ما يعرفها الاكثر الناس انه اللي يشتغل بالزرع هو يرتاح. بس يوم ازرع الاشي ويطلع بتحس عندك بتربي بولد وبكبر. عندنا الصحن الفتوش هلا هيك بس نحط البقدونس والنعنع ونشقف الخيار والبندوره ونورم البصل ونخلطه هيك كله سوا وتعوا ذوقوا وشوفوا شو طيب. نعمل صحن سلطة بالجمعة شي 3 مرات ومرتين تبولة. والله الزلاطة ما أحبها وايد. أيوة. صحن السلطة يوميا أنا باكله في اليوم يوميا، لو مش سلطة تبولة. والله باكل طبق سلطة ممكن كل يوم طبق سلطة. عرض وطلب من ناحية، ومن ناحية العوامل الطبيعية شو بتأثر على الإنتاج الزراعي. لما بيجيكي أنت عواصف كتير كبيرة وتتدنى درجات الحرارة بخف الإنتاج الزراعي، بس يخف الإنتاج الزراعي وفي عندك نسبة استهلاك كتير كبيرة ما بيقدر الإنتاج يغطي كمية الاستهلاك، مشان هيك بترتفع الأسعار. في فواصل ساعات بتحصل بين الصيف والشتاء الأسعار بتبقى مختلفة. الأسعار في الصيف مثلا الأسعار الخضار بيبقى كميته كتيرة فالأسعار بتقل، تمام، غير اختلاف عن الشتاء. الشتاء الخضار بيبقى كميته قليلة فالأسعار بتاعته بتبقى غالية. طبعا ليش بتصير مثلا البندوره غاليه؟ احيانا بالشتاء والطقس والدنيا بتنذر بالبندوره، بيجيها صقيع بكل المحاصيل عندنا تنشف او بتصيبها الصقيع بتبطل تنتج كثير، بتصير الكميه قليله فبترتفع بالاسواق. وياك عالم تقلل وياك عالم لا تقوم تعوايا، عرفت؟ يعني ناس مثلا فد 200 فلاح مره واحده زرعوا خيار، سنة تجي زرعة وبس 50 خيار، قلل الخيار يصعد سوق. الناس تحط لي كم بالقفص الفاضي، تحط لي ايه، تحط لي بندوره وجيب لانه هون في كم واحد بدي اقطف لكم اياه. أول شي بدك تبلشي بقدونس، نعنع، روكا، بقلة، زعتر، بصل الأخضر، بندورة، خيار، فليفلة حلوة، الحامض، زيت الزيتون، وأكيد التوابل يلي هي البهارات، السماء، 7 بهارات. طبق السلطة العراقي مشهور، إحنا عندنا دائماً نحب الطماطة وخصوصاً الطماطة العراقية المشهورة بطعمها ويعني حلاوتها، والخيار العراقي والفلفل الأخضر أيضاً العراقي، وبعدين نحب نضيف إضافات ثانية اللي هي النعناع، البصل الأخضر، الجزر، الشوندر، هواية إضافات ممكن نضيف لطبق السلطة. إحنا هنا في مصر طبق السلطة بتكون من طماطم وخيار وبصل وليمون. طبعاً إحنا هون بالأردن مشهورين بسلطة جداتنا وأمهاتنا بسموها سلطة الفلاحين، هي بتتكون من بندورة وبصل وملح وزيت زيتون بكر الممتاز
وفلفل أسود ورشة من النعناع. سلامتكم عم يتقاتلوا بس خسي 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 لحالنا وحيلة واحدة مبدئيا زيت الفتوش يلي هو لأربع أشخاص بكلفك مينيموم 350 ألف كل يوم يعني بكلف له مع خيار مع ليمون مع حبتين بندورة كذا يعني من نص دينار ل 75 قرش تكلفته والله السوق يعني بين يوم ويوم بعشرة أخذ طماطة خيار باذنجان بكلفني من 15 ل 20 جنيه السلطة تبع السلطة والله على حسب الجو مش يعني ما فيش حاجة معينة يعني أو ثابتة يعني لو من كل نوع مثلا نقول 100 كيلو نص الكمية اللي ببيعها تخش طبق السلطة نحن عادة مش تحت 3-4 طن يوميا بنبيع بالمحل بنسبة يعني مثلا من 150 لل 200 مليون يوميا ببيع المحل من ال 200 كيلو اللي ببيعهم بالخضرة في تقريبا 50 كيلو صحن للسلطة العراقي يوميا تقريبا بيعنا 3 طن ونص مثل الطماطة باليوم 125 كيلو خيار 100 كيلو باذنجان 75 فلفل 175 بصل اكثر شيء البصل والبوتيتة عليها الساحب هي البوتيتة 250 البصل 200-250 نسبة الأرباح موجودة عندنا بالمحل من 20-30% في أصناف في نحط عليها 20% في أصناف 25 ماكسيموم 30 يعني هيدا بكون التوب نسبة الربح لصحن السلطة أكيد 30-40% لأنه أغلب الناس بتحب يعني أساسياتها صحن السلطة من أساسيات الناس تقريبا صندوق الطماطة اللي 15 كيلو تقريبا يطلع كبرى هيك يعني اللي ينباع تقريبا نبيعه على الشارع يمكن ماكو داعي توديه للعلوة يطلع تقريبا ب 5000 دينار الكلفة مالته يكلفنا 3.5 الفدان بيكلف من 70,000 ل 60,000 مصاريف ممكن يجيب له من 800 ل 1000 عداية العداية متوسط ممكن تتباع ب 100 جنيه يعني ممكن يكسب له 10-15 ألف بعد مصاريف طبعا المزارع بس يزرع اي نوع من انواع صحن السلطه طبعا بده يتغلب هو احيانا تيجي حشره يعني احنا احيانا بتلاقي الحشره على بيت البندوره او بيت الخيار او على النعنع او اي شيء فاحنا بنحاول يعني بنروح على الزراعيين بنروح نجيب مواد رش له بنعقمه بنحط ماده الكبريت كان يعملين عليها فمنحاول نعالج بالبيت عشان بعدين يعني يثمر ويطلع ومنحاول نكافح الحشرات العاليه حضرتك بيقابلنا مشاكل كتير جدا اولها مثلا في محصول الطماطم مشكله التوتا ابسوليوتا التوتا ابسوليوتا ده مرض جاي لنا من بره او من الخارج فطبعا بالنسبه هو مشكل او مسبب مشاكل عندنا للمزارع لان تكلفه الرش بتاعته او تكلفه القافه غاليه جدا فتكلفتها عاليه ففي ناس ما بتقدرش تقاوم بالنسبه للرش في القافه فبيروح من المحصول بنتغلب حضرتك على المشاكل دي التشخيص السليم للمرض او للآفة ما دام عندي تشخيص سليم فانا هجيب مبيد كويس هعالج بيه القافه هعالج بيه المرض فبالتالي انا وقفت المشكله فبالتالي محصولي راح في امان
التحديات والله بزراعة المكونات السلطة اللي هي أهمها الطماطة والخيار والفلفل، هي أهم شيء هو الآفات والحشرات اللي ممكن تجي، خصوصاً إذا كانت الزراعة مو بالبيوت البلاستيكية برا. هاي قصة الدولار، يعني طلعت الدولار وفرقت الدولار أثرت علينا كثير أكيد، يعني ما كنا عاملين حساباتها هيك، ما كنا واعيين على الوضع يصير هيك، كنا عايشين يمكن مش حاسين إنه الوضع أحسن.